نشوف تجميع البيض هان للدجاج. هذا خلنا نفوت ونشوف تجميع البيض. بسم الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. طبعا زي ما شايفين يا اخوان، 2 4 6 7، وفي هان بيضة زي ما شايفين، وهان لامبرجيني رجع يبيض. في هان تنتين مدفونات لهم فترة طويلة، وهي تنتين جداد. الأسبوع هذا إن شاء الله حيكون كله روتونات وتنظيف وحاجات حلوة، وحتصوركوا وحاجات حماسية حتخليكوا تتحمسوا، وإن شاء الله إن شاء الله حنكون تحت حصن ظنكم فينا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبايبي رجعنا لكم في فيديو جديد. طبعا يا اخوان، ان شاء الله ان شاء الله في الفيديو هذا حنعمل لكم روتين نظافة في المزرعة، وحنشوف اللي هو الطيور تبعتنا. فبديش اطول عليكم، خلنا نروح على السريع نشوف الروتين اللي معانا اليوم. وزي ما قلت لكم حيكون هذا الاسبوع ان شاء الله كله روتينات في المزرعة ان شاء الله، كتحميس لكم وكمان كتشجيعي، واعطيكم باور وطاقة والى ذلك. فخلنا على السريع نروح نشوف ايش محتوى الفيديو هذا، ونشوف ايش نقدم لكم. وزي ما تعودنا، اربط حزمة الامانة وانزل تحت واشترك في القناة وفعل تنبيه جرس الفائق ابو حزة ليصلك كل جديد. وخلنا نروح وليتس جو. طبعا يا اخوان خلنا نشوف ايش بنقدر نقدم لكم اليوم. طبعا ان شاء الله اليوم حيكون في زي روتين نظافة في الحوش في المزرعة. طبعا من الجمعة للجمعة لما اعمل روتين نظافة صرت على هواء اللي هو عملي وشغلي، حكم انه انا يعني شغال وهيك. فان شاء الله اليوم نعمل روتين نظافة في الحوش. في اعمال كثيرة اليوم يعني زي ما شايفين، يعني تقريبا زمان ما قمنا اللي هو اوساخ، يعني من اول ما جبتهم بس مرة قمت اوساخ الارانب. وكمان في عنا اعمال في المزرعة، في ترتيب وفي كنيس وفي زق الاشجار او حنروي الاشجار، وفي كمان تنظيف هان في البيوت هذه. وحنشوف كل الطيور ان شاء الله في المزرعة هذه. فان شاء الله الفيديو يعجبكم وينال اعجابكم، ان شاء الله ينال اعجابكم يا اخوان الفيديو، ونقدر نوثق لكم اكثر. لا وين انت غلطان ابو ادم. ونقدر نوثق لكم اكثر يا اخوان في البيوت هذه. حنشوف تجميع البيض هان للدجاج. هذا خلنا نفوت ونشوف تجميع البيض. بسم الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. طبعا زي ما شايفين يا اخوان، 2 4 6 7، وفي هان بيضة زي ما شايفين، وهان لامبرجيني رجع يبيض. في هان تنتين مدفونات لهم فترة طويلة، وهي تنتين جداد. صراحة هيني بشوفهم معاكم، يعني ما شفتهمش لسه، بشوفهم معاكم البيض هذا. إذا بتلاحظوا كمان الحوش في أوساخ كثير، مش شايفين جنينة موية على ظرف على أوساخ. فحننظف الحوش. طبعا أنا حكون معاكم في المونتاج، إذاعة وصوت إن شاء الله، يعني مش هترككوا عشان انتم ما تتركونا. وخلنا نطلع هذول كمان، لأنه احتمال يكون فيها كمان تنظيف، لأنه زي ما شايفين أكياس كان، وغاد في أكياس. بسم الله، وهان بدنا نظبط كمان في العشاشي.
فان شاء الله يكون هيك فيديو لطيف خفيف على قلوبكم وتستفيدوا معنا، وبنفس الوقت يا اخوان كتشجيعي، يعني فيديو كتشجيعي لإلكم انه انتم تروحوا وتباشروا وتعملوا زي بالضبط عند الطيور تبعتكم، تعملوا نفس النظام او نفس اللي هو وين رايح. انا بدي اصورك قبل ما يتم اللي هو الشقط. وكمان حنشيل اللي هو البسكليت هاد، يعني في اعمال قيمة في المزرعة، في اعمال حننجزها ان شاء الله مع بعض اليوم. ان شاء الله نستمتع معاكم وتستمتعوا معنا. تم خلنا على السريع نشوف ايش نسوي وحجيكو من المونتاج، نتكلم هيك ندردش مع بعض. فأتمنى الجميع انه يضلوا معنا لاخر الفيديو للنهاية، واتمنى انه انت تنزل تحت وضع لايك على اساس انه انت تشجعنا في الاستمرارية. يا اخوان لايك يعني برفع من الفيديو وبخلي اللي هو خرزمية اليوتيوب ترفع الفيديو على منصة اليوتيوب عشان يشاهدوا بعض اللي هو الزوار الجدد، وبالتالي قناة تعلى، وبالتالي هذه اكلات الاشجار. ايش ايه تخلينيش اتندم يا مهرج اني طلعتك فرحان على الشجرة، عمال فرحان على الشجرة وقلت هيها دقت. تمام، خلنا نثبت الكاميرا يا اخوان ونشوف ايش نسوي. فخلكم معنا يا اخوان، بسم الله. محدثكم من وراء الميكروفون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبايبي اجيناكم اعلقكم على هذا الفيديو. طبعا يا اخوان زي ما شايفين حبيت انه انا اعملكم الاسبوع اللي احنا فيه كله روتينات. خلنا نتكلم اكثر، بدينا في الحوش، واول ما بدينا في التكنيس، لانه انتم عارفين نظاف واهتمام في المزرعه بيجلب اللي هو السعاده للمزرعه. بدينا في التكنيس زي ما شايفين، سيبوكم من البسطار ومحدش يقول لي من وين جايبه ومن وين شاريه وبدنا زيه، وتعال نركز في اللي احنا بنقوم فيه. اذا بتلاحظوا حارس الطاووس ما سابنيش ولا لحظه، يعني كل اللحظات هو بيستعرض قدامي وبعمل طقوس، يعني زي ما شايفين. بدينا يا اخوان في الحوش لانه الحوش متسخ زي ما شايفين، راس قلب بالاحمر، وفي هان كمان علبة، وفي اكياس، وفي حاجات كثيرة يعني مش قادر اوصف لكم زي ما شايفين. طبعا هذا الروتين يا اخوان انا بعملهش كل يوم او كل يومين، يعني بالاسبوع او بالشهر مرة بالنسبة لي. اما لزوجتي فهي يعني بتساعدني اغلبة الوقت، بتكنس الحوش وبتسقي الزريعة او بتسقي النباتات، وبتساعدني بالاعمال اللي هو المزرعة، انه هي بتقعد فيها وبيجوها ضيوفها واهلها وهيك يعني، وبرضو انا بيجون الضيوف واهلي وهيك. فاذا بتلاحظوا على حارس ما بطل بالمرة. تمام، نبدأ بالجد وندخل على النباتات ونباتات الزينة. طبعا شبتكم في اللي هو طيور الدجاج، كنت حطيتهم هيك تكميلة. طبعا اذا بتلاحظ علي انا مسكت اللي هو الشجر او النباتات وغسلت الورق، لانه جمال الصبارة او النخلة هذه في الورق تبعها. واذا بتلاحظوا كمان هان انا غسلت الحيطة، لانه في قطط بتنط على الحيطة وبتروح على الجيران زي ما شايفين، دعكت دعكة بنت. وبدأت ان انا ادعك وادعك وادعك، وبعدين قعدت يعني اشطف الارض وبعض اللي هو الاحواض الزريعة النباتات، بدأت ان انا اسقيهم وهيك. طبعا يا اخوان بالنسبة للكتاكيت هذه او الدجاج الامريكي حطيته كمنظر يعني وانا بصور لكم هيك، وقلت ايش يعني بكون منظره هيك. تمام، هان بدينا في اللي هو النباتات على الشقة الثانية او النباتات المعلقة زي ما شايفين، رجل البطة، وكمان شجرة العنكبوت. اذا بتلاحظوا انا هان بغسل الشادر اللي فوق، في زي شادر هيك نازل، فانا بغسله على اساس انه يكون هيك منظر حلو.
وهان كمان بغسل اللي هو النبات الشبك هذا اللي انتم شايفين اللي انا قاعد بزق فيه، زقيته نبات زي اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. نباتي يا اخوان بلاستيك فبتسخ من الغبرة فنظفته. هان برضو بديت انه انا اقيم اللي هو زي ما شايفين فيه جزايز، وقمت الحطب مطرح ما ولعت نار، جبت الكرتونة وبديت انه انا الم يعني الجزايز الفاضية، ويعني اضبط المنطقة والحوش اللي امام الغرفة اللي انا بنيتها وهيك، والمجلس والقاعدة والاشياء هذه والامور هذه. فزي ما شايفين ما سكتش ولا هديت الا لما ايش نظفتها وخليتها على سنقة 10. سطل خربان حطيت في الكرتونة، الصندل حطيته على شقة عزكم الله. بدت ان انا زي ما شايفين جبت الدبدوب وتكيته وحطيته كمنظر. في كانت سجادة واقعة رجعت على هذا قلب ثلاجة، ولكن عاملينه زي قاعدة ثلاجة قديمة يعني وقلب ثلاجة. طبعا هان بدت ان انا برضو انظف، وحنخش على الورق. اذا تذكروا في اول الفيديو قلت لكم في اوراق وقناني وقزازة وبعض الاكياس في المنطقة الثانية، ولكن الكاميرا ما جبتها. طبعا هان خشيت على الكرتون اللي كان في الحوض، الزريعة او النباتات اللي يعني في المزرعة موجود. بدأت ان انا لم كل الكرتون، لازم شايفين بدينا انه احنا يعني الكرتونة تملت، كرتونة الشيبس الليون هذه اتملت. وعلى قصة كرتونة الشيبس الليون قول لي اذا في عندكو في بلدك هذا الشيبس ك يعني نشوف. طبعا هان بديت ان انا يعني اخش على التقيل، حضر هلقيت اطلع كل الشربات والاكلات من الاقفاص تبعت الحمام والكتاكيت على اساس ان انا اغسلها غسلة، لانه زمان ما غسلتها يعني بس بعبيها وبحطها، فبصير زي حاجات هيك عليها زي لون الاخضر، فهذا يعني بتكون من المية وقلة الغسيل. طبعا الها اسم على ما اعتقد فطريات، بصير زي لون اخضر او طحالب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد، بصير زي طحالب لون اخضر. هذه بتضر الطيور يا اخوان، فلازم نحن نغسلها اول باول. زي ما شايفين طلعت الشربيات كلها وخشيت على البيت الثاني كمان، وبدأت انه انا اطلع كل المشربيات وكل الاكلات. وهنا بدأت انه انا اقعد قاعدة عرب، وابدأ انه انا يعني اشحتف في حالة شحتف على اساس انه انا اغسل كل الشربات. وطبعا الكتاكيت هذول الامريكي الاسود او الابيض هذا، بسم الله ما شاء الله ولا تركولي، يعني الفات وانسات يعني تتانس فيهم هيك وتقعد معاهم. صراحة والله يعني يا ريتني من زمان جبتهم، مع انه سعرهم غالي وسلالتهم حلوة، ولكن يا ريتني من زمان جبتهم. ببقى اقعد في المزرعة في الليل، بقعدوا هيك يعني اجيبهم بقعدوا عندي، بحطهم في المكان بضلهم في المكان، بحطهم في المكان الثاني بضلهم في المكان. طبعا في هذه اللحظة انا فرجيتكم كمية الاوساخ اللي انا ما كنتش شايفها الفترة الثلاث ايام اللي فاتوا، وبدأت ان انا اغسلهم، اغسل الشربات. طبعا بتكون نوع فطريات ثاني غير الفطريات الاول على الغوامق، اما الفواتح مش عارف هل هتفهموا علي ولا لا. تمام، اذا بتلاحظوا في هذه الشرابة لونها ابيض، فالطحالب اللي بتتكون عليها بتكون لونها اخضر. ليش؟ لانه يعني ماخذ اشعة الشمس. اما الطحالب زي ما شايفين هذه الطحالب الخضراء بدأ ان انا اغسلها. اما القطعة الثانية من الشرابة لونها احمر بيكون الفطريات او الطحالب هذه لونها اغمق ولون بني. ليش؟ لانه مش وصلها درجة اللي هو الضوء، فالبناء الضوئي مش موجود عندها، فبتلاقيها بتكون هيك اغمق. فكل واحدة لها نوع برضه. تمام، ببدأ ان انا هان اليفها لتليفة بنت محترمة يعني شحتفها تشحتف. فانزل تحت وحط لايك، يعني مش هيغلبك، هيو تحت على الشمال، لا على اليمين. على اليمين في لايك وفي ديسلايك، يا بتختار اللايك يا بتختار الديسلايك. واذا لسه مش مشترك في القناة اتمنى ان انت تشترك وتلف لك لفة في القناة، اكيد حتعجبك.
تمام. اذا بتلاحظوا ورا انا حاطط خرطوم المياه ونازل بعبي عند شجرة الليمون الشهرية، وبتبدأ اللي هو الطيور تبعت الحماميات كافة الانواع يعني تتحمم في الموية. طبعا هذا تصوير الصبح ويدوب الشمس طالعة، تقريبا كانت الساعة من 9 لـ 8:30 مش ذاكر. المهم وزي ما شايفين ما تركونيش الطيور، ما تركتنيش وضلت قاعدة جنبي. بالنسبة للدجاج الامريكي السلكي او هو هذا السلكي او الحريري ما سابوني وقعدوا يعني طول الفترة وانا نازل بنظف وهم قاعدين. انا اول ما جيت محطتهم في المنطقة هذه، يعني انا زي ما قلت لكم بتحطهم في المنطقة هذه بيضلهم موجودين. طب لازم بتلاحظوا انا بدأت في الاكلات اغسلهم، لانه يا اخوان لما احط الاكل عند الطيور يعني بسم الله ما شاء الله الطيور بتاكل وبتتبرز على الاكلات، فهذا كتير كتير يعني مضر للطيور. لازم تغسلها اول باول عشان الاكل هذا ما ينزل في بطنها يكون في اوساخ والى ذلك. فزي ما شايفين بعدين انه احنا نغسل جميع الاكلات، مش اكل ولا ثنتين، كل الاكلات. يعني انا القفص كله نزلته من اكلات الشرابات، واي نعم انتم شايفينهم هيك وصفين، ولكن انا هلقيت حغسلهم شويه مويه حيروح كله. طبعا المواد اللي انا نظفت فيها رمله وسلكه الجلي، الرمله برضو فيها بتعقم وهيك، فزي ما شايفين هنقل لجزء ثاني. تمام يا اخوان، مع ابو ادم وبس. سلام. روتين نظفنا زي ما شايفين الشرابات، وكانت الشرابات والاكلات بحاله سيئه، وهذا الاشي بسبب امراض عند الطيور. فاحرصوا ان انتم مرتين او مره في الاسبوع تعملوا عمليه نظافه. طبعا هاني يا اخوان زقينا الزرعات او النباتات او الشجرات او ايا كان زي ما شايفين، وزبطنا امورنا وغسلنا كمان اللي فوق عشان ننظف، ونظفنا هان شوية في الحوش زي ما شايفين لسه ضايل كمان. فبما انه الفيديو حيطول عليكم، وبما انه انا الاسبوع هذا او الاسبوع اللي حيجي حنعمله كله روتينات نظافة، فقلت انه نخليه على اجزاء لانه المزرعة كبيرة يا اخوان. زي ما شايفين المزرعة كبيرة كثير، وطبعا في كل فيديو هنعملكو زي روتين نظافة، وبنفس الوقت هنشرح لكم عن الطيور، وكمان هنوثق ايش بصير اول باول. فاعذرونا يا اخوان، كان نفسي اعمل الفيديو كله ولكن هياخد مني جهد ووقت وتصوير كبير، وحيستغرق معايا كمان في المونتاج. يعني هذا المونتاج قصة ثانية غير التصوير، التصوير قصة والمونتاج قصة ثانية. طبعا مش حيحس فيه الا اللي بيكون صاحب قناة او يعني له على المونتاج والتصوير والاشياء هذه، هو هذا اللي حيحس فيه. انت هلقيت جرب تروح تمنتش فيديو مدة دقيقة وانت مش صاحب قناة، وشوف كيف هتواجه الصعوبات. ما بالك ال 20 دقيقة، وبكون أكثر من 20 دقيقة وأنا بقص وبعمل وبصور. تمناش نطلع من نطاق اللي هو الحلقة، انتظرونا في الفيديوهات القادمة إن شاء الله، حيكون طول الأسبوع روتينات إن شاء الله. فأتمنى يا إخوان يكون الروتينات هذه بتشجعكم وبتخليكم يعني تتشجعوا، بتعطيكم هيك طاقة وباور، وإن شاء الله تعجبكم. وبس إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. أتمنى لو عجبكم الفيديو تنزلوا تحت تشتركوا في القناة وتفعلوا تنبيه جرس الفاقة بحيث يصلكم جديد. وبس صراحة بتغير من الأنترو النهاية، فحنحكي لكم. نستودعكم الله والسلام عليكم.